بنتي الكبيرة تبصل عديها بكعبة يا خرس. أنا اللي متعبني كل يوم نخرج للشارع، كل يوم نتقبل في الإهانة وفي السب وفي العار وفي الشتم عليه شغل أذى وفي برشا حاجات ما نعرفش على خاطر بوها توفى. تعبني المرض والهم والفقر والاحتياج وكذلك الذل. تطلع في البروجي مع كنتي مع عبد الرحمن مامي اللي هو يعطي الصحة متعاطف معها على خطر أنا تعبت وهذه كانت تعبت وشفت أنا التعب اللي شفته على أبوها شفته على بنتها. أنا مشكلتي عندي مشكلة في حياتي اللي راشي توفى اللي ربي يرحمه حاشك وحاشكم الله توفى بالصل واللي هو قاعد بروجي متاع 5 سنين عاني فيه أنا في مر عبد الرحمن مامي اللي هو يطلع في أريانا به. المشكلة اللي هي أنا تعبتني هو ربي يرحمه مش مشكلتي. مات بالمرض المزمن هو لكن الصل وكورونا وكونسير بريد الكورونا يعطيك الصحة. عانيت ما فيه الكفاية وحسيت ربي يرحمه وشات هذاك الحكاية. لكن أنا توا قعدت عقدتي في مشكلتي في حياتي في الدنيا ذي الفلوس ما فهميش وحاشاك ورجوليتي ما عاش لقيتها وأنا تتاح قدري هذا الثالث وبنتي اللي هي بنتي أنا تطلع بنت ليليا مثلوثي اللي أبوها منير اللي المشكلة كي مات لحالنا في هذا. بنتي كي مرضت بالصل عديها بكعبة يا غرس الكعبة اللي أخذت هو لكن ما يمنعش اللي هو في باله بروحه خطوا أعمل يا منير البروجي اللي تخرج أنا وأنت وأنت مع الشعب التونسي اللي هو كان أنا بافيت وتقعد في الدار قال لي فتحية لحظة فتحية أنا مع الشعب نفسه أنت باش تاكل وتشرب وتخلص على تارك وخذا هو يرحم ردي هذا اللي هو وهذا الثاني كي توفى أشى علينا بخذيت شيء وخذيت لله مرته الطليقه اللي هي توا تقعد في البروجي تاع دارها وانا نخرج في البرا فاش مدامك فهمنا بشويه به بنتك سامحني بنتك هذه تعدت لها المرض استنى مرض مزمن هو يطلع كانسير كسل كورونا تحب تحللها على حاله وفاه. انا اللي متعبني كل يوم نخرج للشارع كل يوم نتقبل في الاهانه وفي السب وفي العار وفي الشتم عليه شغل اذى وفي برشا حاجات ما نعرفش على خاطر بوها توفى. انا كي نقول لك انا عطيني حتى كعبه يقعد وتقول لي هات تليفونك ونقيده لك ونتقابلوا به مش مشكل. انا شكون يقول لك هات الشعب التونسي الكل باش نحكي لك شكون عاد باش نقول لك انت وهذا ما فماش برا مش مهم. هذه مريضه برشا برشا انا امرض منها تعبني المرض والهم والفقر والاحتياج وكذلك الذل. الذل اللي هو نتقبله من برشا شعب اللي مش قابل يحب يحترمني انا نحب نستحسن وهذه ما تحب تعرس يعني اي شيء معلوم وانا ما عادش الناس شكون في حياتك ان شاء الله ما هيك كما نوع عندكش قابل بنتك يعني شي هو هي انا قابل مش كنتي مش هذا هذيك لله ليلى المثلوثي تطلع في البروجي مع كنتي مع عبد الرحمن مامي اللي هو يعطي الصحة متعاطف معها على خاطر انا تعبت وهذه كانت تعبت وشفت انا التعب اللي شفته على ابوها شفته على بنتها هذا كل ما يعيش. اما انا شماينه في بدني انت قلت لي بكري طليقه ولا شنو انت راجلك ما ياخذ عليك امراه اخرى لا لا باش نكذب الطليقه هي الاولى انا الثانية لكن شنو عمل كل ما يروح ما يروحش ليا يروح للطليقة الاولى ويقول لي انا هذيك انا امورك وانا باخي نخدم في مخي نمشي لسيادته كل يوم في الدار ما نمشيش ايجا ما نمشيش ايجا اي نمشي شنو الحل شد عليه السكينه اضطرني سبني اتهيني هذا الكل اللي عمله ربي يرحمه وربي يرحمه بفعله كل لكن انت احكينا على مشكله بنتك بنتي نحبها طبرة وتتداوى وتتعافى حلحم ودجاج وحوت وكبده وفلوس من فوق ودار باش انا نخرج من حي هلال علاش مش كنت حي هلال هما يكثر خيرهم اللي قبلوني ويرحم والديهم اللي هما تعاطفوا معايا اما لكن كان معاش مبدئيه ما عاش فما عشره العشره شو تكون ماء وملح وخبز احنا باش نقطعوه نحب انا نرجع تونسيه حره بير اهني ومعاكم مع الشعب الكل يرحم والدينا الناس الكل ترى تطلع ليديا نحبها طبره في اعانه في مكتب في قراءة قرا بنتك طبعا مش تقرا عندها في المكتب انا مش نجيب لها ومني باش نعطي ونعطي ولا يعطي هي مش قابله ولا مش قابله والله اللي عاونتني الوحيده الله يخليها والله يفضلها ساعه تبدا هي الاولى حميده تطلع
الأستاذة بتاع الجامعية اللي هي في الصيدة وهي اللي حابة ليليانا كبنتها. هذا الثاني اللي هي تطلع درصاف اليعقوبي اللي هي جمعية الخيرية متاع حي هلال اللي يطلع لها رئيس الجمعية رجلها ما اسمه الشابي، هي اللي قاعدة تعاون فيها في البروجي القوي في كل حالة اجتماعية. بنت تكون وصلت حالتها تو، شنو هي المرحلة اللي وصلت لها حالة بنت؟ السلم مازال عندها، ربي يشفيها. باهي، شنو الوثائق اللي عندك اللي تنجم توريها للكاميرا باش العباد؟ مادام اختي الوثيق ولا هي اللي محل حكايه انا نشوف فيها زايده الورقه. علاش زايده؟ الناس الخير تنجم تعرف. فما ماء وملح وفما عشره وفما كذا، تشوفوه الشيء هذايا اللي كان تحبوا انتم تصوروه تتفضوا كان تحبوا تخلوه، راني انا بيتي انا ما نحبش نضر العباد والعباد تضر فيا. اوكي ما عندي حتى اشكال لا بيك ولا بها، انا امراه قليله زواليه ما فما شيء بيناتي بيهم، كي هي كي درصاف كي حميده كل الشعب الكل، لكن شو انا ما عادش نجم على خاطر الورقه هذه وعلى خاطر هذه وانا دوخ بنتك عندها اي شنو دوخ تموت موتين، وانا كي تموت نخرج الشارع ما نلقاش حتى قيمه ولا قدر، انا نحب قدري وبنتي اكهر والاعانه والشعب كان هو يحب يتفضل قال له ربي معاه. تطلب الإعانة من الشعب اني اللي تطلبوها انا ناخذها ونحب اول حاجه ترد اي بنتي ان شاء الله خدمه ليك انت باش تنجم تسترزق. لا ما نجمش انا تعبه ومريضه انا سيتي تعبه، نحب الشعب يعاونني ويدق عليا. سامحني مادام قداش الشعب مش يبقى يعاون فيك، ماك يعملوا لك كشك ولا حاجه تسترزق منها ليك البنت. انا ما نحبش نطمع ما هذا كله ما يعنيش، انا نحب بنتي تبرا وتاخذ اللي باش يقبلوه اي انسان ونحب شو كان انتم حبيتوا فيا انا دبيره على قدر المستطاع ان شاء الله حتى في الجبل. انت عندك صغار قداش من الراجل الاول؟ ثلاثه وبنيه من الراجل الثاني؟ يا رحم والدي اربع صغار. تحب تخدم عليهم وتصرف عليهم؟ ان شاء الله كان في مقدوركم حتى كان كشك نخدم ونعمل اللي في المستحيل. ودار وسهريه فوق راسي للطفله هذيك وكهو البنايه باش البنايه تتعالج ونقعد كونتاكت مع عبد الرحمن المامي ومع حميده ومع كذا انت ومع عبد الرحمن. بتار تعدي في البنايه؟ عبد الرحمن المامي في البروجي الاول في الصل وفي الكورونا هو يطلع في الجبل في اريانا. مرحبا بك مدام ان شاء الله صوتك يوصل وخلينا كونتاكت نتاعك بك تو نحطوا النمرو. التليفون صافابيا 93 261 464 فتحية بنت علي صالح طرابلس حي هلال في المكرر 18 نهج 3051 هو في الهدوء في الدو كروا 18. مرحبا بك بنتي كي مرضت بالصل عديها بكعبة يا غرس. أنا اللي متعبني كل يوم نخرج للشارع كل يوم نتقبل في الإهانة في السب وفي العار وفي الشتم علاش الأذى وفي برشا حاجات ما نعرفش على خاطر بوها توفى. تعبني المرض والهم والفقر والاحتياج وكذلك الذل. تطلع في البروجي مع تتكونتي مع عبد الرحمن مامي اللي هو يعطي الصحة متعاطف معاها على خاطر أنا تعبت وهذيك تعبت وشفت أنا التعب اللي شفته على أبوها شفته على بنتها.